السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عسى الجميع يكون بصحة وعافية. ومشوف هذا الفيديو، أنا عبد الهادي من قناة فيزن إن دوتشلاند. اليوم بهذا الفيديو رح أشرح عن الدول اللي بيحق للشخص اللي معه شهادة القيادة الألمانية إنه يسوق فورا فيها بدون ما يعمل أي تعديل للشهادة. وحنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش فورا. المرتبة الأولى جميع دول الاتحاد الأوروبي بتقدر أنت تسوق فيها. رقم 2 بيجي عندك بريطانيا، النرويج، روسيا، أوكرانيا وروسيا البيضاء. ومن الدول العربية بتجي المملكة السعودية، وطبعا للنساء مثل ما الكل بيعرف ابتداء من شهر 7/2018 صار بحق للنساء قيادة السيارات بالسعودية. وفي بعض الدول بتقدر تسوق فقط 3 شهور إذا كان معك شهادة القيادة الألمانية. رقم 1 هي غينيا، بتقدر تسوق فقط 3 شهور وبعدين لازم تساوي شهادة الشهادة الغينية. رقم 2 قطر، معك فقط 7 أيام وبعدين لازم تساوي شهادة قطرية. رقم 3 اليابان، فيك تسوق 3 شهور وطبعا لازم أنت تكون مترجم الشهادة عند السفارة الألمانية الموجودة باليابان بالعاصمة طوكيو، وعلى أساسها بعدين بتقدر تسوق السيارات لمدة 3 شهور فقط لا غير. المرتبة الرابعة هي البرازيل، لو بدك تستمر الإقامة تبعك أكثر من 3 شهور فلازم أنت تخبر السلطات ويأصدروا لك شهادة قيادة خاصة بالبرازيل. وهيك بهالحالة بكون وصلت لنهاية الفيديو. لا تنسوا من الدعاء دعم لايك شير للقناة وللفيديو، ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم كل شيء جديد، وبقية الفيديوهات بتشوفوها بتوصيف الفيديو. وهلا لحلكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بشوفكم الفيديوهات القادمة. السلام عليكم.